عملية واحدة عند طبيب الأسنان وتثير مخاوفنا، فما بالك ب32 عملية وفي جلسة واحدة؟ بصراحة فيلم رعب بامتياز. هذا الأمر حدث مع كاثلين ويلسون، السيدة الأمريكية التي دخلت عيادة طبيب أسنان معتقدة أنها ستنجز إصلاحاً بسيطاً، لتخرج متفاجئة ب32 عملية أجريت لها. ويلسون قالت إنه هذه العمليات والتدخلات الجراحية تركتها حزينة ومشوهة وتعاني آلاماً شديدة، لتتهم الطبيب كيفن مودريم بإجراء العديد من العمليات الجراحية لها وبكمية كبيرة من التخدير. العمليات التي أجريت في 2020 تضمنت 8 تيجان للأسنان وأربع قنوات جذرية وعشرين حشوة في فترة قصيرة، وكل ذلك خلال 5 ساعات ونصف، لتوجه تهمة التسرع والعلاج السيء لطبيب الأسنان المعالج بعد ادعاءات السيدة المصدومة.